بكم في حلقة جديدة من قرآنيات. أهلا بك يا أخي مالك. أهلا بك أخت فرحة. سورة النساء الآية 24. أنا عرفت في موضوع بتعلق بالنساء لأنه جاي في حماس. طبعا عشان متغاظة شوي. متغاظة. في آية في سورة النساء آية 24 بتقول فما استمتعتم به منهن فأتوهن أجورهن فريضة. تمام. سؤال، في قراءات ثانية لهذه الآية؟ صحيح، في بالمناسبة هي الآية يوجد لها قراءة أخرى، وللنص هذا له جزئين. النص اللي مثل أنت تفضلت قراءته، فما استمتعتم به منهن فأتوهن أجورهن فريضة. النص مأخوذ عموما بشكل عام أن يقصد فيها المهر عند الزواج. هذا اللي احنا فاهمينه، وهذا رأي السائد موجود في الفكر السني. ولكن مع ذلك وجد ناس قالوا قديما أن الآية أيضا تشير إلى موضوع الزواج المتع أو الزواج المؤقت. صح. وقالوا أني لا، الآية تتحدث عن أن الزواج العقد المؤقت اللي يزوجه المسلم مع امرأة ما لفترة محدودة من الزمن بالزواج. أي. وهؤلاء بنوا حجتهم أولا، الحجة بتاعتهم نعم. أن ده على الزواج المتعة. نعم، هؤلاء طبعا بنوا الحجة تبتون على نص الآية، وآخرون بنوا حجتهم على نص قراءة لهذه الآية موجودة على الشاشة. في عندنا قراءة، عندنا في كتاب على سبيل المثال كتب تفاسير مختلفة، عندما نذهب إلى الآية رقم 24 من سورة النساء نجد في كتب تفاسير مختلفة هذه القراءة، ومعجم الخطيب ومعجم قراءات الخطيب. قرأ أبي بن كعب وهو من يعني كتاب الوحي الأساسيين، وابن عباس المشهور بمعنى معلم التفسير أو بمعنى المفسر أو حبر هذه الأمة، وابن مسعود. نقرأ فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى يعني فأتوهن أجورهن فريضة. هنا هذه الإضافة اللي موجودة في هذه القراءة اللي رواها أكثر من شخص من ضمن ابن مسعود وابن عباس وأبي. هذه القراءة تجعل الآية متعلقة حصرا في موضوع الزواج المؤقت أو إلى أجل مسمى، يعني لوقت محدد. بمعنى إذا الآية في الصيغة اللي بنعرفها تحتمل الوجهان، ولكن في هذه الصيغة لا تحتمل إلا وجه واحد، وبالتالي إن كانت هذه القراءة هي الأصح فإذا زواج المتعة سائر إلى اليوم بنص القرآن. بنص القرآن، بنص الآية ده، هي زواج المتعة سائر حتى سنة وشيعة. صحيح، بالحالة مجبرين سنة وشيعة أن يأخذوا بهذا الموضوع، ولكن هذه القراءة ليست منتشرة في كل المصاحف، البعض يأخذ بها البعض لا يأخذ بها. طيب السؤال بقى المنطقي، يعني هل يا ترى أنهي آية اللي فيهم، اللي من غير إلى أجل مسمى ولا بأجل المسمى اللي في اللوح المحفوظ؟ يعني ممكن الشخص إذا بده يأخذ كونه أبي بن كعب وابن عباس وابن مسعود، على الأقل ابن مسعود وابن أبي بن كعب، هؤلاء يعني الاثنان من أقدم القراء وأشهر القراء واللذين نصح محمد أخذ القرآن عنهما، يرشح الإنسان هذا النص. يبقى حصل تحريف. نعم. نعم. حصل تحريف ولا حصلش التحريف. بشكرك يا أخي مالك. فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى فأتوهن أجورهن فريضة. مش أنا اللي قلت ده، أبي ابن كعب ابن عباس ابن مسعود. حصل تحريف ولا ما حصلش؟ نشوفكم في حلقة قادمة من قرآن.